أسعد الله صباحكم أحبتنا طلبة الصف التاسع الأساسي مع ندوة جديدة بضيفتي الأستاذة غيثاء جنيدي والأستاذة لوسي الشاطر المدرستين في تربية دمشق وريف دمشق. بداية نذكر أبنائنا الطلبة أن اليوم موضوعنا هو التاريخ القديم، بمعنى الكتاب القديم والمعنون بتاريخ الوطن العربي الحديث والمعاصر. تطرقنا في المحاضرة في الندوة السابقة للوحدتين الأولى والثانية، واليوم نتطرق للوحدات الثالثة والرابعة والخامسة المعنونة بالعراق وشبه الجزيرة العربية ومصر والسودان والقرن الإفريقي منذ الحرب العالمية الأولى وحتى الوقت الحاضر. لا شك أن الوطن العربي ميزات عدة، وهذا ما جعله مطمع للغزاة. فما هذه الأسباب؟ نبدأ مع الأستاذة لوسي الشاطر نستثمر الوقت في ذلك الأمر. تفضل أستاذ لوسي. أسعد الله صباحكم. طبعا بداية لابد نحن من معرفة ودراسة واقع الوطن العربي في بداية القرن العشرين، وأمامنا في العارض خريطة تمثل خريطة الوطن العربي. تمام. طبعا في هذه الخريطة توضح لنا الدول الأوروبية التي قامت باحتلال الوطن العربي وفق مراحل. إذا نتابع الخريطة كما هي معروضة على الشاشة. طبعا هذه الدول الأوروبية متمثلة بالاحتلال الإنجليزي، الفرنسي، الإسباني والإيطالي، والسبب في ذلك هو الموقع الاستراتيجي للوطن العربي. فالعراق ليس تم احتلال العراق، تم احتلال العراق من قبل بريطانيا بسبب أهمية موقعه وكثرة الخيرات. الجزيرة العربية أيضا بسبب موقعها على طريق التجارة العالمية إلى الهند واكتشاف النفط فيها. بالنسبة لمصر فقد تم احتلال. ممكن نتابع هذه الأحداث على المصور كي يكون الطالب بصورة أفضل. طبعا فمثلا مصر تم احتلال طبعا مصر عام 1881 من قبل بريطانيا، وذلك لكثرة خيراتها ومواردها الطبيعية وغير الطبيعية، وأيضا وقع على طريق التجارة طبعاً العالمية إلى الهند، طلع البحرين الأحمر المتوسط، وهذه كانت طرق التجارة البحرية إلى أوروبا. نعم. وتأتي من الهند إلى أوروبا. نعم. أكيد. أما بخصوص القرن الإفريقي فقد تسابقت كل من إيطاليا وبريطانيا وفرنسا لاحتلال هذه المنطقة، وأيضا بسبب وقوعها على طريق التجارة الدولية إلى الهند، وزاد أهمية هذه المنطقة بسبب افتتاح قناة السويس. طبعا. هذا بالمختصر المفيد. شكرا أستاذ لوسي. أستاذ غيثاء، إذا بعد أن تعرفنا على الأسباب، تمام، لا شك أن الاحتلال جاء في وفق مراحل، إذا حبذا لو تعطينا فكرة عن هذه المراحل بالتحديد في هذه المناطق. صباح الخير. طبعا سنبدأ في البداية عن مصر، عن مراحل الاحتلال البريطاني لمصر. طبعا بالنسبة لمصر الأطماع كانت واضحة بين كل من بريطانيا وفرنسا، فنحن نعلم أنه عام 1798 أرسلت فرنسا حملة نابليون بونابرت إلى مصر، وانسحبت هذه الحملة عام 1801 نتيجة المقاومة الشديدة. المقاومة الشديدة من السكان وأيضا مقاومة المجتمع الدولي، رفض المجتمع الدولي بريطانيا، وقفت اللجان الدولية العثمانية ضد هذه الحملة. نعم، بسبب المقاومة الشديدة من جهة من قبل الشعب المصري، ومن جهة أخرى بسبب تحالف بريطانيا مع الدولة العثمانية. وطبعا بعد افتتاح قناة السويس عام 1869 ازداد اهتمام بريطانيا بمصر بسبب وقوعها على طريق التجارة إلى الهند، ولذلك ركزت أنظارها أكثر على مصر. طبعا بعد ذلك الأحداث التي جرت في مصر أنه حاولت بريطانيا أن تسيطر في البداية على مصر بطريقة غير مباشرة. كيف ذلك؟ بأن تحاول أن تضغط على حكام مصر في تلك الفترة، فحاولت أن تتدخل في شؤون مصر وخاصة في عهد الخديوي توفيق والخديوي إسماعيل، ما أدى لقيام الثورة العرابية في مصر. ونتيجة هذه الثورة وبسبب الإصلاحات التي قامت في تلك الفترة في مصر، قامت بريطانيا لم تجد بدا من الاحتلال المباشر، ولذلك فقامت بمحاصرة سواحل مصر كما تظهر لدينا الخريطة على الشاشة. قامت بمحاصرة سواحل مصر واحتلت الإسكندرية طبعا عام 1882 كان ذلك، ودخلت إلى منطقة كفر الدوار، ولكنها لم تنجح في الدخول إلى مصر برا، فتوجهت أنظارها توجهت الحملة إلى مدينة بورسعيد، ودخلت عبر قناة السويس إلى مصر، علما أنه كانت قد أخذت مصر وتحديدا أحمد عرابي قائد الثورة العرابية عهدا من الشركة المالكة لقناة السويس، وهي الشركة الفرنسية البريطانية، بأن القناة لا دخل لها بالأمور، هي حيادية ولن تسمح لدخول أي بارجة حربية في مياه القناة. ولكن عندما حدثت الأمور وفتحت القناة بوجه القوات البريطانية التي دخلت واحتلت
احتلت للأسف القاهرة عام 1882. إذن هي أول بلد عربي تحتله بريطانيا هي 1882. نعم. سابقا فرنسا احتلت الجزائر وتونس، كانت فرنسا مسابقة على بريطانيا 1830 واحتلت تونس 1880. تكلمنا عن بريطانيا في الجزيرة باتجاه عدن أو كذا، هذه منطقة وليست كدولة مستمرة. صحيح. تمام، نأخذ الاتصال. محمد صباح الخير. محمد. ألا. أهلا محمد صباح الخير. صباح النور. يسعد صباحك يا رب. تفضل محمد. نعم. تفضل عم نسمعك. بدي أسألك سؤال. تفضل بس ممكن ترفع الصوت شوي. طريقة رسم الخريطة وقت تجي بالصحف. تمام رحسي شوي. إيه محمد، نحن ما عندنا رسم خريطة صديقي. نحن ابدا ما عندنا رسم خريطه، هي للجغرافي. نحن بنجيب لك خريطه بنسالك عليها او بنحولها لنص. بالحديث والحديث. فهمان عليك انا، بس يعني مو بجو ارسم خريطه؟ لا لا، نحن ما عندنا رسم خريطه. انت تاريخ حديث ما هيك؟ لا التاريخ حديث هو. تمام، نفس النتيجه. يعني نحن ما عندنا رسم خريطه ابدا، بالتاريخ حديث ام قديم ما في رسم خريطه. تاسع ام بكالوريا. طيب شكرا على كلامك. اهلا وسهلا فيك يا هلا. متابع معك استاذي غيساء مراحل الاحتلال. طبعا الان وبعد ان تحدثنا عن الاحتلال البريطاني لمصر، نعود ايضا لمرحله لاتفاقيه سايكس بيكو. طبعا سنتحدث الان عن العراق. نفصل انه كيف هذه كانت في القرن التاسع عشر الاحتلال البريطاني. الاحتلال البريطاني كان 1882 في القرن التاسع عشر. طبعا بعد ذلك تواصل التآمر بين الدول الاستعماريه، وعقدت في القرن العشرين، في بدايه القرن العشرين، هذه الدول اتفاقيه سايكس بيكو لتقسيم ما بقي من المناطق العربيه التي لم تحتل. طبعا قلنا بان المنطقه اتفاقيه سايكس بيكو هي كانت اثناء الحرب العالميه الاولى. نعم، اثناء الحرب العالميه الاولى وخلال الاحتلال العثماني. فطبعا المتعلم لديه انه منطقه شمال افريقيا تم احتلالها تقريبا بمعظمها في القرن التاسع عشر، اما منطقه بلاد الشام والعراق كانت ما تزال تحت ظل الاحتلال العثماني. وفي اتفاقية سايكس بيكو خلال الحرب العالمية الأولى تآمرت كل من بريطانيا وفرنسا على تقسيم المنطقة، فكانت منطقة ناخذ تقسيم بعد اتصال. نعم. محمود. نعم. محمود يسعد صباحك. أنا مرحبا. يا مرحبا يا هلا. كيفك أستاذ؟ الله يخليك يا رب. تفضل محمود. حضرتك تاريخ قديم ولا حديث؟ لا حديث. تفضل صديقي. هلا عندي سؤال، ما أهمية المناطق التي احتلتها فرنسا؟ أي صفحة؟ ما بدي أقول الصفحة. في سؤال ثاني شيء محمود؟ لا بس هذا. طب انت برايك اذا حطينا امامنا مصور الوطن العربي نفس المصور، تمام، بنطلع ممكن نعرض المصور استاذ لوسي. خليك معنا تابع الشاشه للمصور. اذا تابعنا المناطق اللي احتلتها فرنسا في الوطن العربي شو اهميتها؟ على ساحل البحر المتوسط. تمام. وكسر خيرانه. تمام. اذا نحن نتحدث هنا عن اهميه الموقع وأهمية الاقتصادية، تمام؟ أنت لازم تحدد الأهمية، الأستاذ لوسي راح تعطيك كيف نحدد شروط الأهمية. طبعاً محمود، طال محمود، إنه طالما أنت قلت إنه فيها خيرات فهم بدك تقول أهمية اقتصادية، تمام؟ إنه بيجي لك سؤال ما أهمية المناطق التي احتلتها فرنسية، كلمة ما أهميات، فهون أنت بدك تذكر المجال المهم اللي فيها، مثلاً أنت بدك تقول لأنه فيها خيرات، معناتها هون شو إنه على الأهمية؟ بدك تقول أهمية اقتصادية مع ذكر الدليل، ليش أهمية اقتصادية؟ لوجود الثروات فيها، تمام؟ أو وقع على طرق التجارة العالمية كمان صحيح. أيضاً كمان صحيح. هو شو قال المغرب العربي ليش له أهمية اقتصادية؟ يا صديقي هلا هو ما مطل على المحيط الاطلسي والبحر المتوسط على ممر ومضيق جبل طارق. مضيق جبل طارق طالما مطل على هذه الطرق البحريه، تمام، فهو ممر مهم للطرق التجاره الدوليه. تمام صديقي. تمام. في سؤال ثاني شيء محمود؟ لا يسلم. اهلا وسهلا فيك. منتابع مع اتفاقية سايكس بيكو. إذا نعود لاتفاقية سايكس بيكو، إذا قلنا التي تآمرت بريطانيا وفرنسا، فأخذت بريطانيا جنوب ووسط العراق، لماذا؟ لأن هذه المنطقة تقع على الخليج العربي تحديدا، وبالتالي على طرق مواصلاتها إلى الهند، بينما أخذت فرنسا منطقة أحل السوري لأنها طبعا تهدف إلى جعل البحر المتوسط بحيرة فرنسية والسيطرة على المنطقة. بينما فلسطين وضعت في سايكس بيكو دولية تمهيدا لمنحها لليهود فيما بعد وإرضاء لجميع الدول لأهمية الدينية.
ثم نتابع في سان ريمو، طبعا تابعت هذه الدول ونفذت اتفاق سايكس بيك، ولكن جعلته يعني ياخذ طابعا شرعيا من خلال تطبيق نظام الانتداب عام 1919 في مؤتمر الصلح بباريس. فنلاحظ على الخريطه بانه بريطانيا في سان ريمو اصبحت تسيطر على جميع العراق، اصبح كل العراق تحت سيطرتها بالاضافه الى شرق الاردن وفلسطين، واخذت فرنسا سوريا ولبنان. وبما اننا نتحدث في الوحده الثالثه عن العراق، فساكمل العراق كيف سيطرت بريطانيا، اكملت السيطره ومراحل سيطره بريطانيا على العراق. فنجد بان بريطانيا في عام بدات سيطرتها على العراق منذ عام 1914، منذ بدايه الحرب العالميه الاولى، حيث قامت باحتلال البصره جنوب العراق عام 1914 في المرحله الاولى. ثم تابعت في عام 1917 احتلت بغداد، وتوقفت عند بغداد ولم تكمل إلى الموصل حتى عام 1918. لماذا؟ لأن هذه المنطقة كانت، ما زال العثمانيون في هذه المنطقة ونحن خلال الحرب، فانتظرت حتى نهاية الحرب وهزيمة الدولة العثمانية، بموجب هدنة مودريس انسحبت الدولة العثمانية من العراق، فتقدمت بريطانيا واحتلت الموصل عام 1918. ممكن أن تعطينا لمحة أيضا عن بالنسبة للجزيرة العربية؟ ناخذ اتصال من الجزيرة العربية. صباح الخير أحمد. صباح النور استاذ. يسعد صباحك يا رب. عندي سؤالك. شرف، تفضل احمد. استاذ، اول سؤال بصفحه 30. صفحه 30 حديث بها؟ اي حديث. تمام. هلا استاذ، صفحه 30 بيت التجار، ابني افكاري، السؤال اثنين. السؤال الثاني بيت التجار. السؤال الثاني هلا استاذ، التجاريه نحن مشاريع البنيه كمشروع جرمي حنفيج نعتبرها تجاريه او خدميه؟ خدميه صديقي. طالما خدمي هو كل ما يصب في الصالح العام، تمام؟ يعني لا يتوقف على فئة من المجتمع، وإنما كل فئات المجتمع تعتبر خدمية، تمام؟ النظافي اليوم مثلا، عمال النظافي هي أعمال خدمية، تمام صديقي؟ تمام. هكذا نقيس الأمور. طيب السؤال الثاني صفحة 51. شو تفضل؟ الأستاذ بصفحة 51 أنا خلصت تقسيمات، تقسيمات سايكس بيكو. سايكس بيكو. هلا استاذ، نحن لما بدنا نحن نعمل مقارنه بين سايكس بيكو وسان ريمو، بنقول انه اتفقت بريطانيا وفرنسا على اقتسام المنطقه العربيه ولا بلاد الشام؟ نفس النتيجه صديقي، ما نال القضيه الكبيره، لانه نحن نتحدث عن بلاد الشام والعراق، تمام؟ اذا قلت بلاد الشام والعراق فهي الادق. ماشي، تمام؟ شكرا استاذ. اهلا وسهلا فيك، اهلا وسهلا. نتحدث عن مراحل السيطرة، لو نظرية للطلاب بالنسبة للجزيرة العربية. نعم. لأن هناك احتلال مختلف. نعم صحيح. تمام. هلا بالنسبة للجزيرة العربية، طبعا من أكثر الدول التي اهتمت بالمنطقة شبه الجزيرة هي بريطانيا، والسبب أصبح واضحا لدينا هو وقوعها على طريق الهند، تحكمها بمضائق بحرية هامة. طريق الهند من اتجاهين، من اتجاهين الخليج العربي والخليج. نعم العربي. والبحر الأحمر. ولذلك حرصت بريطانيا على السيطرة على المنطقة واتبعت فيها نظام الحماية، طبعا لأنه أقل نفقة بالنسبة لها، وفوقعت معاهدات حماية مع أمراء الخليج العربي طبعا، وكعمان وأيضا الكويت أو الإمارات وأبو ظبي. أما بالنسبة لليمن، بالنسبة لليمن طبعا كانت ما زالت تحت سيطرة الدولة العثمانية، فكانت بريطانيا تسيطر على الجزء الجنوبي من اليمن والمتمثل بعدن لأهميتها البالغة. ليس كل الجنوب، فقط منطقة الجزء عدن الجنوبي. نعم، قسم اليمن إلى قسمين، يمن شمالي ويمن جنوبي. اليمن الجنوبي كانت تحت سيطرة بريطانيا، وهي ما يهمها طرق التجارة كما قلنا. أما اليمن الشمالي كانت مركزه صنعاء، كان تابعا للدولة العثمانية. تمام، شكرا أستاذي غيسة. بعد أن تعرفنا عن مراحل الاحتلال، تمام، وجاء المحتل واحتل هذه الأرض، لا شك أنه سيطبق سياسي. نعم. تمام، وبشكل عام السياسة الأوروبية متشابهة. نعم. تمام استاذ اليوسي. نعم. حبذا لو تعطينا لمحه عن هذه السياسه في بعض المناطق. طبعا بشكل عام، طبعا هناك سياسه موحده اتبعتها دول الاحتلال، وكانت بالدرجه الاولى هي محاربه اللغه العربيه ونشر الثقافه الاجنبيه ونهب الخيرات. ولمزيد اكثر من التفاصيل، يوجد الان هنا في العارض المناطق التي هنا تاريخ الطلبه. أيوة. بالكتاب نظام القديم، اذا تتبع معنا يستطيع ان يوصل للنتائج مباشره. نعم. ممكن استثمارها في مقارنات اكيد او. نعم. تصنيفات. نعم. فمثلا في عندنا منطقه العراق، ما الذي كان المحتل انذاك؟ بريطانيا وبشكل مباشر. ماذا اتبعت بريطانيا في العراق؟ اتبعت سياسه في جميع المجالات. اذا ممكن ان تتابع الطالب معنا على الشاشه الامر. نعم.
تبعت نهب ثروات البلاد، فرض أعمال الصخرة على العراقيين، السيطرة على الأراضي، الاعتماد على الموظفين الأجانب أو الإنجليز والهنود، ترسيخ الجذور الطبقية في البلاد أو زادت نفوذ رؤساء القبائل، تجاهل الروح القومية للشعب العراقي. إذا ملاحظ أن هذه السياسة تبعتها بريطانيا في جميع المجالات السياسية، الثقافية، الاجتماعية، الاقتصادية. نأخذ اتصال نتابع مع المنطقة الأخرى. محمد، يسعد صباحك. يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. بس عندي سؤال من هذا الحديث. تفضل، أهلا وسهلا فيك. في سؤال، ما أبرز نتائج النهضة اليقظة العربية؟ أي صفحة بس؟ تمام، أي صفحة عندك؟ هلا هي نقطة بس مو مبين انا صفحة، بس الوحدة الرابعة. ما في مشكلة، بنجاوب عليها. وفي سؤال ثاني ممكن؟ تمام، تفضل. بين أهمية تلات الشام في اليقظة العربية؟ أهمية بلاد الشام في اليقظة. عندنا أسئلة حفظية أستاذة. تمام تمام، بنجاوب مع الأستاذة غيساء. طبعا على ما يبدو انه لسه في سؤال؟ لا استاذ غيسان، نحن دائما ننوه الطلب انه لا يبتعد عن الملخصات. على ما يبدو ان المتعلم لا تعطي نتيجة. لديه ملخص، وهذا الملخص يعتمد على ما يبدو على السؤال والجواب، ولكن نحن قلنا انه في المنهاج الحديث لا يوجد سؤال هكذا تذكر او حفظ، سيكون امامك نص ومن النص انت ستقوم باستنتاج. ناخذ اتصال نعطي الاجوبه لمحمد. تعالى، صباح الخير. اهلا وسهلا استاذ. اهلا وسهلا. يا هلا. اهلا استاذ، عندي سؤالين انا. شرف، تفضل. صفحه 61. شو السؤال تعالى؟ هلا فقرة فرض التجزئة، هلا هدول إجراءات فرنسا بسوريا، بس هلا في آخر سطرين تبع إنه في هنا أقام الإنجليز حدود مع مناطق الاحتلال الفرنسي في فلسطين بهدف إضعاف الروابط مع سوريا. تمام. هلا هدول إنه يعني أنا ما كثير فهمتهم، بس إنه ممكن توضيح عنهم. شكرا عليك. وكمان في سؤال ثاني، إنه شفت نموذج وزاري مكتوب مع أهمية موقع سوريا بالنسبة للاحتلال الفرنسي، هلا إنه صح يعني نهب الثروات الباطنية وموقعها الاستراتيجي على البحر المتوسط. تمام. طيب ماشي، تمام، اهلا وسهلا فيك. جاوب على محمد تمام. وهو سأل عن أهمية بلاد الشام في اليقظة العربية. طبعا نحن لدينا، إذا يعني هذا السؤال سيأتي مرفقا بنص، طبعا نحن لدينا في الصفحة 112 بفقرة بنات اليقظة العربية، وواضح أنه كانت بلاد الشام موطنا لليقظة العربية تعمل على إصلاح المجتمع. إذا هي منطقة الأدباء والرواد. تمام، منها انطلق أدباء اليقظة العربية والمفكرون الذين دعوا لهذه اليقظة ودعوا للإصلاح والتجديد، وأيضا نشروا الأفكار القومية ودعوا إلى إحياء مفهوم العرب والعروبة والثقافة. تمام، إذا ممكن أن تأتي هذه الطالب إذا درسها الطالب على شكل، قد تأتي خريطة مفاهيم. نعم تمام. أو نصوا عليه أسئلة. تمام. هلا بالنسبة لسؤال محمد، أهمية بلاد الشام في اليقظة العربية، إذا تحدثت سابقا أنه يضع المجال بالنسبة للأهم السياسي أم اقتصادي أم ثقافي أم اجتماعي، أو أهميتها بالنسبة للفترة الزمنية التي تقع. نعم. يعني إذا قال مثلا أهمية اجتماعية عملت على إصلاح المجتمع، مثلا إذا قال أهمية سياسية مثلا دعت للإصلاح، دعت للقوة إقامة الدولة العربية. نعم. تمام. أهمية ثقافية هي إحياء مفهوم العرب والعروبة. تمام. أهمية اقتصادية هي تأكيد على الوحدة والحفاظ على الاقتصاد. نعم. إلى آخره. بدأ تعمل ربط بكل المجالات. كل المجالات من الوحدات السابقة. نعم. تمام. هلا بالنسبة لسؤال تالا أستاذي لوسي، صفحة 61. تمام. نحن لأنه ما عرفنا. جديد ولا قديم؟ لا حديث. أيوة. تسأل تالا آخر سطر. من عند، في حين أقام الإنجليز حدودا مع مناطق الاحتلال الفرنسي في فلسطين بهدف إضعاف الروابط مع سوريا. إذا هنا الطالب لم تفهم الفكرة أنه مدى الربط بين الفقرة بشكل متكامل. لماذا؟ تمام؟ ممكن توضحي لأستاذ لوسي؟ هلا يا تالا، أول شيء الفقرة هي بعنوان ماذا؟ فرض تجزئة، معناتها الفكرة على ماذا تدور؟ على التجزئة. تمام؟ على ترسيخ التجزئة. أيوة. لحتى ترسخ التجزئة فرنسا ماذا سوف تتبع؟ سوف تتبع عدة إجراءات، عدة سياسات. ماذا عملت؟ عملت أول شيء على ماذا؟ على فرض سياسة فرق تسد. تمام؟ وعملت ماذا؟ اتفاقيات مع تركيا. بسبب شو؟ لأجل ماذا؟ من أجل اجتزاء. شايفين؟
عم يتجزئ سوريا وتعطي لتركيا كمان تجزئة سوريا وتقسيمها ومنحها لدولة أجنبية أيضا يؤدي إلى ماذا؟ إلى ضعف ماذا السوري أيضا لتضعف أيضا ولتطمس الشخصية الوطنية العربية السورية. ماذا فرضت؟ فرضت اللغة الفرنسية تمام؟ ودرست جغرافية وتاريخ فرنسا. ما الهدف من وراء ذلك؟ أن تكون سوريا بلدا تابعا لمين؟ لفرنسا. أجبرت أيضا طلاب المدارس على تحية علمها وإنشاء النشيد الوطني. تمام، جزء من السياسة الفرنسية. أيوة. ثم في حين أقام الإنجليز حدودا مع مناطق الاحتلال الفرنسي، يعني هون في عندي أنا التقاء مصالح فرنسا وبريطانيا، اثنيناتهم هن ماذا يريدون؟ ما الهدف؟ إضعاف الوطن العربي والمنطقة العربية وتجزئتها وتقسيمها. فلا بد أن أذكر ماذا الطالب عليه أن يربط مع وعد بالفور. تمام، والهدف هو رسم الحدود هو لتحقيق وعد بالفور. من هي استفاد عند الطالب؟ اتفاقية سايكس-بيكو ثانية وعد بالفور الأساس، يعني عم ينفذوا الاتفاقيات التي رسمت بين بريطانيا وفرنسا. تمام أستاذ لوسي، شكرا لك. منتابع مع سياسة المحتل في بعض المناطق. هلا بالنسبة لليمن الجنوبي كان المحتل آنذاك بريطانيا، وعملت بريطانيا على إهمال الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وعملت على تمزيق إلى إمارات الصغيرة على أسس قبلية وذلك بغية إضعافه. الخليج العربي طبعا تم طبعا احتلال، ولكن كان احتلال غير مباشر وفق اتفاقيات معاهدة. اليمن في نقطة الجزيرة العربية أكيد طبعا كان المحتل آنذاك بريطانيا بطريقة غير مباشرة مثل ما قلت أستاذ راغب. السياسة التي اتبعها تكريس حالة الانقسام ودعم الانفصال. إذن هو كان عن طريق الاحتلال المباشر، نوضح للطلاب أنه عن طريق معاهدات أو اتفاقيات غير مباشر. أيوة، بيكون اتفاقيات أو معاهدات مباشر، بيكون في عندي قوات عسكرية. تمام. مصر كان المحتل آنذاك بريطانيا، وقد اتبعت بريطانيا سياسة تعسفية في مصر، إذ أنها أعطت الجيش البريطاني صلاحيات واسعة في الإدارة والحكم إلى جانب الخديوي، وضعت نظام الشرطة تحت إشرافها، ألغت المراقبة الثنائية للتخلص من الدور الفرنسي، ربطت النقد المصري بعملتها، أهملت الصناعة المصرية، فرضت زراعة القطن على حساب زراعة القمح، حاربت اللغة العربية، شجعت اللغة الإنجليزية. ملاحظ أنه هاي السياسة أكثر شيء كانت في مجالات ثقافية اقتصادية سياسية. بالنسبة للسودان أيضا كان المحتل آنذاك بريطانيا، عملت بريطانيا على فصل جنوب السودان عن الشمال. لاحظوا أنه من أمتى وهم بيحاولوا أن يفصلوا السودان، وتم تجزئة السودان للأسف في عام 2011 بين الشمال والجنوب. منع المصريين والسودانيين من الدخول إلى الجنوب إلا في مهام رسمية، سمحت الأوروبيين للدخول إلى جنوب السودان والتجول فيه، حاربت اللغة العربية، إنشاء المشاريع الزراعية لخدمة اقتصادها وزيادة إنتاج القطن وبناء خزان سنار، كما أنها عملت على بناء المدارس التبشيرية. إذن بالنسبة بناء خزان سنار والمدارس التبشيرية هو لصالح بريطانيا وليس لصالح السودان. أكيد. بالنسبة لمنطقة الصومال فقد تنافست كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا على احتلال هذه المنطقة كما قلت سابقا، التي زادت أهمية هذه المنطقة بسبب افتتاح قناة السويس. ماذا اتبعت كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا؟ اتبعت سياسة أيضا تعسفية قائمة على ماذا؟ على الاستئثار بخيرات البلاد وثرواتها، إهمال التعليم، محاربة اللغة العربية، نشر التفرقة العنصرية، إهمال النواحي الصحية، ملاحقة الأحرار، القضاء على الزعامات القبلية، الاستيلاء على أخصب الأراضي وتسليمها للمهاجرين الأوروبيين. تمام. بالنسبة لأريتريا فكان المحتل آنذاك إثيوبيا، إذ أنها منعت اللغة المحلية أو اللغة العربية، فرضت لغتها، ومارست أعمال القمع والإرهاب، وعطلت الصحافة. بالنسبة لجزر القمر فقد كان المحتل آنذاك فرنسا التي عملت أو جعلت السياسة الاقتصادية والثقافية في يدها، أبقت السكان في حالة من الجهل والفقر والمرض، وعملت على التمييز بين السكان والفرنسيين في طبعا. جميع الجوانب. إذا هناك التقاء بين المحتل البريطاني الفرنسي الأثيوبي تمام والإيطالي. نعم. تمام، حول المصالح ونفس السياسة نشاهد محاربة اللغة العربية، السيطرة على الاقتصاد، ملاحقة الأحرار. نعم. في بعض المناطق. نعم. بالتالي نفس النتيجة نوصل لها. نأخذ اتصال مع دعاء. دعاء يسعد صباحك. صباح الخير. صباح النور يا رب. يعطيكم العافية. الله يعافيكي. ممكن سؤال بس مو تاريخ. شرفي، أهلا وسهلا فيكي. هلق دياني وانجليزي بدنا نعمل فحص صيني ولا لا؟ ما سمعتك، ممكن ترفع صوتك شوي؟ دياني وانجليزي
يعني وانجليزي بدها تعمل فيه امتحان او لا؟ ما بعرف انا اكيد بدك تعمل فيه امتحان، هن مواد مقررات في وزارة التربية تمام، فبالتالي هو جزء من الشهادة. كأنه ما طالعون على التلفزيون؟ لا عم يطلع بلا، اللغة الإنجليزية عم تطلع والكافة مواد عم تطلع صديقتي. في سؤال تاني دعاء؟ لا. أهلا وسهلا فيك. محمود ناخذ اتصال. محمود يسعد صباحك. أهلا مرحبا. مرحب يا رب. كيفك أستاذ؟ أهلا وسهلا فيك. عندي سؤال صفحة 88. صفحة 88 نظام حديث ما ها؟ إيه. شو السؤال صديقي؟ هلا عندي السؤال الثاني، ما التغيير الذي طرأ على النزهات اليوم؟ تمام. شو التغيير برأيك؟ والله ما عرفت أنا الصراحة. ما عم تطلع نزهات؟ بلا. طيب شو بتشوف، شو بتشتغلوا بالنزهات أنتوا؟ بنلعب طابة مثلا، نتسلى ونحكي. تمام. طيب يا محمد، يا محمود التنزه طبعا احنا بنعرف انه التنزه لم يعد مقتصرا في ايام الربيع صح ولا خطا، بل اصبح ايضا في الشتاء صاروا يذهبوا الى المرتفعات طبعا. يتزلجون اليس كذلك يا محمود؟ نعم. حتى بيروح على الصحراء. اذا حتى احيانا التنزه ياخذ مكان اخر مو ليس في الطبيعه، يمكن ان يكون مكان مغلق ممكن طبعا. كمان ايضا طبعا. فبالتالي هذا تغييرات طرات كلها على التنزه. محمود تمام فهمت الفكره؟ إيه يعني نعطيك جزء من الإجابة والإجابة كاملة. تمام نحن ما بدنا نجاوب عنك مثل ما قلت لك الأستاذ زيلوسي، هي دائما حريصة إنه الطالب هو اللي يجاوب. نحن بنساعده فقط. تمام؟ تمام. في عندك سؤال ثاني صديقي؟ عندي صفحة 91. صفحة 91. شو سؤالك أخي؟ هلق أبني أفكاري الثانية. السؤالين 2 و3 كان الإجابة قريبة من بعضهم. علامة يدل إقرار شرط الحصول على الشهادة الابتدائية للترشح للانتخابات. لا الأفكار تحت. علامة تحت. يدل. علامة يدل تأسيس كلية للفتيات. إيه. تمام. شو بدل تأسيس كلية الفتيات صديقي؟ وعي الشعب السوري. تمام. واهتمامه بالتعليم. تمام. بما تفسر مطالبة الأهالي بتعليم بناتهم؟ ما حسيت نفس الإجابة. لا أعطينا جواب ثاني. اهتمامهم بالعلم. تمام. طيب إذا أنا علمت المرأة معناته أنا ما أعطيتها دور أكبر بالمجتمع؟ نعم. معناته اختلف الجواب بالمجتمع كله. نعم. تمام صديقي فبتلاحظ أنه في فارق بسيط، أنت إذا عرفت هالفارق البسيط فبالتالي الجواب أخذ منحى آخر. طيب ماشي. أهلا وسهلا فيك معنا. بالنسبة للطلاب أكثر شيء كثير بيسألوا أنه على ما يدل، ما دلالة، ما الدليل، برأيك ما الدليل؟ يا ريت الطلاب يعني ينتبهوا لهي الشغله، لهي الاسئله اللي انا بدي اقول لكم اياها. اول شيء لما بيجي سؤال علامه يدل او ما دلالته، مثل كاني عم قلك ماذا تستنتج، بماذا تفسر. تمام. فهون الجواب انت بدك من خلال قراءتك للنص وفهمك بدك تستنتج، بدك تحلل تستنتج، يعني الاجابه ما انا موجوده امامك. تمام. هذا بسؤال علامه يدل وما دلالته. لما بيجي لك سؤال ما الدليل، فهون قطعا بدك تجيب الدليل من النص الذي امامك. تمام. هذا نوع ثاني من السؤال. النوع الثالث لما بيجي لك برايك ما الدليل، لما بيجي لك برايك ما الدليل، فهون انت امام اما ان تعطي دليل من النص، في حال لم يوجد او يورد دليل من النص فهون يجب عليك ماذا؟ ان تقدم دليل منطقي وفق طبعا. بعد فهمك وتحليلك للنص. حتى بالنسبه للدلاله استاذ يعني بيكون في موجود فكره حتما بالنص. طبعا. فكره تدل يعني اذا قرأ النص. نعم. يعني مكتوب تقدم مجموعه من الاهالي الحريصين على تعليم بناتهم، اذا هنا الحرص الاهتمام. تمام. ناخذ اتصال. نور صباح الخير. صباح النور استاذ. اهلا وسهلا فيك يا نور. استاذ بس عندي سؤال صفحه 40. صفحه 40 نظام حديث. ايه. شو سؤالك صديقتي؟ استاذ الجدول. الجدول الاقتصادي والاجتماعي؟ ايه استاذ. تمام. اكمل الجدول الاتي بما يناسبه. تمام؟ من النص. بتجاوب لي ولا بخليها تجاوب لي؟ لا خلص مرة. تمام. هلا نحن بنساعدك. تمام. بنساعدك. اعطينا شو عندك تجاوب انت. استاذ ايه بس مباشر معلش انا ما طلع عندي الكهرباء. تمام. اذا هيك نعطيه لازم نعطيك يا نور. اول شيء تقرأي النص منيح. تمام. بعد ما تقرأ النص رح تشوفي انه في عندي انا جوانب اقتصاديه واجتماعيه، في عندي سبب. حالي. ايه تمام. طيب خلينا نشوف.
طيب عندي انا اول سبب تدهور الزراعه، لان تدهور الزراعه ما النتيجه من خلال النص، انت شو شفتي؟ اشتداد الغلاء. اشتداد الغلاء طبعا. تدهور الزراعه اشتداد الغلاء. نعم تمام. في كمان تدني مستوى الانتاج هذا اقوى. تمام. طيب تدني مستوى الانتاج، هلا الان عندي سبب بالاقتصادي فراغ، عندي نتيجه اشتداد الغلاء، برايك ما هو السبب لاشتداد الغلاء؟ مصادره المحاصيل الزراعيه. نعم مصادره المحاصيل الزراعيه. مصادره المحاصيل الزراعيه من وين جبتيها؟ تدني الانتاج يا صديقتي. نحن في يا نور، نحن دائما النتيجة قد تكون سبب لنتيجة أخرى. إذا عندما نفكر بهالطريقة، إذا تدهور الزراعة نتيجة اشتداد الغلاء أدت لتدني مستوى الإنتاج. تمام. تدني مستوى الإنتاج أدى لاشتداد الغلاء. وممكن يكون مصادرة المحاصيل كمان. بس بعيدة. اشتداد الغلاء هنا لانه انخفضت المنتجات في الاسواق فادى ارتفاع ثمنها. هي الطالبه نور، لانه النص بالامتحان ما حيجي النص بهذه الضخامه، فهي عطفت وما زاد سوءا اجراءات جمال باشا الذي صادر المحاصيل الزراعيه وفرضها، فهي عطفت على النص كله. تمام. فبالامتحان بتاخذ الفكره الاساسيه. ما رح تكون تمام بهذه الضخامه. تمام نور، ولا مجاوب على كل النص؟ اجتماعي كله بس عارف اذا صح. تمام. الاجتماعي شو عندنا السبب بالنسبه لنتيجه غنيا يملك قوت يومه؟ الظروف الاقتصاديه الصعبه التي عاشها السوريون خلال الحرب العالميه الاولى. تمام ممتاز. وكمان فيك تقولي كمان سياده النظام الاقطاعي. تمام كلاهما صحيح. هل هذا هو السؤال؟ جواب مفتوح ما في اجابه محدده. تمام. اجراءات جمال باشا ضد الاهالي عزم القحط والجوع. تمام. بالصفحة 56. السؤال الثاني، ما أهمية تواصل زعماء؟ ما أهمية تواصل زعماء ثورة التعاون ضد الاحتلال؟ أنا هذا راح لي تو عرفته. طب إذا تواصل الشيخ صالح العلي مع المجاهد إبراهيم هنانو، شو راح يصير؟ أحدهما في الشمال والآخر في الساحل. تمام. وكلاهما هدفه ضد المحتل الفرنسي، ما النتيجة؟ في الاتحاد التواصل يعني لهزيمة الاحتلال الفرنسي. توصل لهزيمة طبعا. ايه بعد تمام. شو بعد انا تعاونت انا والاساتذة اللي هون نحارب الاحتلال الفرنسي، شو بتكون يعني شو الهدف؟ شو اهمية هالعمل هاد؟ الانتصار. تمام. اذا انا لحالي عم حارب الاحتلال الفرنسي يا صديقتي، تمام، بكون مثل انا نحن الثلاثة عم نحارب الاحتلال الفرنسي؟ لا. ليه؟ يعني لاني بالتعاون في تمام. اذا هو التواصل يؤكد على التعاون، وفبالتالي توحيد الجهود، توحيد القدرات، تبادل الخبرات بين بعضهم البعض، فبالتالي ادى لهزيمه الاحتلال الفرنسي والحق به هزائم فادحه. تمام صديقتي. بس اخر سؤال. شرفي يا اختي. اي صفحه؟ صفحه 103. شو السؤال صديقتي؟ استاذ هلا بس هي البطاقة بتجي؟ لا ابدا هي ما بتجي، هي مجرد نشاط داخل المدرسة. طيب ماشي. اهلا وسهلا فيكي. كنا عندك وانهينا بالنسبة للسياسات. تمام. وبعد ما تعرفنا على السياسات لا شك انه المحتل فرض سياسة، بالتالي من المنطق ان تقوم ضده ثورات. تمام. في مصر قامت عدة ثورات، في العراق قامت عدة ثورات، وهنا كانت بداية المعاهدات الجديدة أو تغير في سياسة بريطانيا في المنطقة، ومن بعدها جاءت الدول الأخرى. تمام. ما التغييرات التي طرأت على سياسة المحتل؟ طبعا المحتل قام بهذه السياسات، هدفه واحد وهو إحكام السيطرة ونهب الثروات بشكل عام، ولكن الشعوب العربية لم تقبل بهذه السياسة وقامت بالمقاومة، فحاولت بريطانيا في بعض الدول أن تتوصل إلى معاهدات عن طريق التفاوض، أستطيع أن أسمي هذه المعاهدة بأنها مسكنات، يعني مسكنات قامت بريطانيا باستعمالها لتهدئة الوضع أو عدم انفجار الثورات في مرحلة أستطيع أقول أنها قبل الحرب العالمية الثانية، فقامت بتوقيع معاهدة مع العراق 1930، وقامت بتوقيع معاهدة مع فرنسا مع سوريا 1936. طبعا. ووقعت أيضا بريطانيا معاهدة مع مصر عام 1936 أيضا. كما وقعت بريطانيا مع اليمن الشمالي معاهدة 1934.
هذه المعاهدات كلها في نفس الفترة تقريبا. في نفس الفترة الزمنية، قلنا هذه الفترة هامة جدا كانت بالنسبة لهم، المنطقة مقبلة على حرب وليس من مصلحتهم أن تستمر الثورات خلال الحرب وتشغلهم عن الحرب، لذلك وقعوا هذه المعاهدات. سنأخذ مثلا مثال على معاهدة 1930 بين العراق وبريطانيا ومعاهدة 1936 بين مصر وبريطانيا. طبعا قد يأتي هذا السؤال كما هو على الشاشة سؤال مقارنة. تمام. هنا نعطيه للطالب طريقة، نعلمه طريقة المقارنة. نعم. تمام. ونعطيه مضمون المعاهدة. وأهم شيء بالنسبة للمتعلم هم يحفظون، وعندما يذهبون للامتحان. بالنسبة للنظام القديم هو يعتمد على الذاكرة. على الذاكرة. فنحن في سلم التصحيح للأسف نجد بعض الطلاب قد كتب المعاهدة كاملة في الجانب الأول وكتبها كاملة في الجانب الآخر، ولكن غير متقابلة. يعني لم يراعي الموازنة، هو لم يطبق مهارة التحليل الموازنة، ولذلك يفقد الدرجة. فعليه أن ينتبه جيدا. مثلا لدينا في معاهدة 1930 بند أنه اعتراف بريطانيا باستقلال العراق استقلالا تاما، وايضا في معاهده 1936 اعتراف بريطانيا باستقلال مصر استقلالا تاما. هنا نضع هذين البندين مقابل بعضهما ايضا، يعني نستخلص البنود المتشابهه، نكتب المعاهده على المسوده ونستخلص البنود المتشابهه والبنود المختلفه ونضعها على شكل تقابل. ابقاء قاعدتين جويتين لبريطانيا في العراق، ماذا يقابلها؟ شيء عسكري في مصر، يقابلها بقاء 10,000 جندي في منطقة القناة. تمام. لدينا مثلا بند إلغاء الامتيازات الأجنبية في مصر، ليس هناك أي بند بهذا الشأن، فنضع خطا مقابل هذا البند للدلالة أن المتعلم قد أدرك أنه هنا لا يوجد شيء مقابله، وبالتالي ينال 10 درجات على هذا. يعني إذا كتب أي بند غي هنا لا يفقد درجة هذه العشرة، ولكن إذا وضع خطا دليل على أنه هو منتبه أو تركه فارغا. وضع السودان تحت الحكم الثنائي أيضا لا يقابله أي شيء بالنسبة للعراق. العمل على قبول عضوية مصر في عصبة الأمم أيضا لا يقابله أي شيء. بالنسبة للعراق مدة معاهدة 25 عام لم تحدد معاهدة مصر عام، تتشاور دولتها في الشؤون الخارجية لم تحدد معاهدة 36 أيضا بشأن التشاور أي شيء. تمام. ناخذ اتصال من قصي. قصي صباح الخير. انا صباح الخير استاذ. يسعد صباحك يا رب. يعطيك العافيه. اهلا وسهلا فيك. استاذ شو عندي مجموعه اسئله ممكن اطرحها؟ اهلا وسهلا فيك. صفحه 30. حضرتك نظام حديث. صفحه 30. سؤالك. ابني افكاري سؤال ثالث. السؤال ثالث. ما اهميه وجود غرف التجاره في المحافظه؟ تمام. صفحه 37. شو السؤال؟ صفحة 37. السؤال الثالث، برأيك هل تؤدي النقابات دورها التي أنشأت من أجله ولماذا؟ تمام. أستاذ بس في صفحة 58. تفضل قصي. أبني أفكاري سؤال الرابع. مرة سألت الأنسة لوسي حكت لي إنه يعني لا ما حققت أهدافها، بس الدليل وين الدليل انه حكتنا في دليل تاريخي بالنص؟ ممكن تحدد لنا اياه؟ تفضل استاذ لوسي جاوبي مباشره. انا قلت انه هذا السؤال مفتوح، مو السؤال الرابع؟ ايه بس الدليل ايه. هل كان هناك اي امل يحقق العرب اهداف في مؤتمر باريس؟ ما الدليل؟ انا قلت لك انه هذا انت شو، هذا السؤال مفتوح، هذا رايك، يا بتقول ايه يا اما بتقول لا. طبعا تمام. فاذا قلت ايه بدك تقدم دليل، واذا قلت لا بدك كمان تقدم دليل. تمام. طبعا هنا لا بدك تقدم دليل. لا طالما لا معناته في عندي دليل، وين الدليل؟ من خلال ما قاله سعد زغلول. يا قصي كانه نفس السؤال ساليته بالمنذ قال استاذ لوسي، عم تقول لك برايك ما الدليل، نفس النتيجه. تمام. يعني هو الدليل موجود، فالدليل انت بدك تاخذ الدليل وتقول لي برايك كذا كذا كذا، بدك تعطيني تقنعني بالحجه. قصده على برايك ما الدليل، ايه برايك ما الدليل، هون نفس النتيجه. هون هل كان كذا كذا ما الدليل، بس الدليل موجود. هو كان عم يسال السؤال برايك ما الدليل. تمام. ايه تمام. بس الدليل موجود بالنص، يعني هو ما شاف الدليل. تمام. اهلا وسهلا فيك. اكدي له على الموضوع مشان ما يضل لبس عند قصي. هلا كمان هلا الاسئله كثير متنوعه بالتاريخ، اذا بدنا نعددها كثير. بس بالنسبه لقصي، لانه قصي اتصل لانه عنده اشكاليه، اعطيه الجواب. معلش خلينا نضيفه لقصي. لما بيجي لك يا قصي برايك ما الدليل، او هل كان هناك، يعني لما بيجي لك هل، يعني يا اما بدك تقول نعم يا بتقول لا. تمام. مع الدليل، والدليل هنا يقسم إلى قسمين، إما دليل تاريخي أو دليل منطقي. أنا عم بسألك هل كان هناك أي أمل يحقق العرب أهداف في مؤتمر باريس عام 1919 من خلال قراءتي للنص؟ رح أقول لك لا.
ما الدليل؟ من خلال ما قاله سعد زغلول. شو قال؟ كانت شكوى فيصل أمر من شكاوي من شكواية من الإنجليز فقط خدعوه، وكان هدفهم احتلال كل المنطقة العربية بالاقتسام مع فرنسا. إذا هذا شو بوضح؟ بوضح إنه ماذا؟ إنه تحقيق أمل العرب في مؤتمر باريس لم يتحقق تمام. وكمان قد يكون جواب نظام الانتداب هو نوايا بريطانيا وفرنسا بفرض نظام الانتداب، بفرض نظام الانتداب كمان ايضا. تمام، اذا هنا اعطيناك جواب قصي. ناخذ اتصال مشان نجاوب على بقيه اسئله قصي. شهد، صباح الخير. اهلا، صباح الخير استاذ. صباح النور صديقتي، يعطيك العافيه. اهلا وسهلا فيك استاذ. صفحه 12. أيهما أطول، العصور ما قبل التاريخ أو العصور التاريخية؟ تمام، شو رأيك؟ هلا نحن بالمدرسة حطولنا التاريخية لأنه هي لسه ما انتهت. تمام، لا نحن طالما ما انتهت نحن شيء معاصرين. تمام، فمعناتها أنت شيء معاصرتين تاخذي. ما سكرت معك هي؟ لا. طبعا هون بالنسبة لأيهما أطول، العصور التاريخية أم العصور ما قبل التاريخ؟ هنا عليك أن تجيبي من الخط الزمني الموجود أمامك، وعليك أن تلاحظي معي بأنه عند عصور ما قبل التاريخ لدينا سهم صغير مفتوح باتجاه الخلف، وتحت الخط تماما ماذا يوجد؟ كتب رقم 2 مليون سنة. فأيهما حساب الزمن فقط؟ حساب الزمن أكبر، 2 مليون سنة أم 2000 العصور التاريخية؟ إذن هنا الطلاب يضيعون يعني باتجاه الأسهم، ضاعوا بعض الأخطاء في التصميم. يعني صح هو السهم مفتوح ولكن نحن لا نحسب الزمن إلى الأمام. تمام، إذن هنا بعض الأخطاء اللي ارتكبها بعض الطلاب، فبالتالي يتعلمون بعضهم أحيانا أخطاء. تمام، السهم كما اشرتي وحساب الزمن. صحيح. تمام، طالما تاريخ حديث نحن او التاريخ المعاصر نحن معاصرين تاريخ العصور التاريخيه عايشين فيها، بالتالي هي ما انتهت. هل نعتبرها هي اطول من العصور؟ كلا، لان الرقم موجود بناء على واقع اليوم. الزمن نعم، نحن على شيء ملموس ونحن بناء على واقع اليوم. نحن في اي عام؟ في عام 2020 ما 3200، يعني يقوم الطالب بعمليه حساب بسيطه يصل لنتيجه مع 2 مليون يعني واضحه. تمام، هلا بالنسبة لقصي. قصي قال انه صفحة 30، سؤال رقم 3، ما أهمية وجود غرف التجارة في المحافظة؟ بعيد وبكرر، بيجي لك سؤال ما أهمية، فأنت هون بدك تحدد الأهمية في أي مجال، تمام؟ هون أهمية اقتصادية، ليش؟ بدك تذكر الدليل، ما بيكفي تقول أهمية اقتصادية، بدك تذكر، تمام؟ الدليل، شو الدليل؟ ليش أهمية اقتصادية؟ لأنه غرف التجارة تمثل المؤسسات التجارية والصناعية وتدافع عنها وعن مصالحها وتنظم شؤونها وبتروج لمؤسساتها إلى آخره. أنت شو فهمت بالفقرة؟ فيك أنت تستشف الجواب المنتمى. تمام، فبدك تقول شو نوع الأهمية، هل هي أهمية سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية أم ثقافية، مع ذكر الدليل. أنا عطيتك مجال، ممكن أنت تطلع مثلا أهمية سياسية مثلا أو أهمية خدمية، تمام، حسب ما أنت. تمام مرتي. صفحة 37 عم يسألنا قصي عن السؤال، برأيك هل تؤدي النقابات دورها الذي أنشئت من أجله؟ عادة الجواب برأيك لا. طبعا هو برأيه لن نجاوب لي برأيه، ولكن هنا هو سيستنتج دليل من النص أيضا. يعني عندما يقرأ فقرة التنظيمات مثلا ويقول بأن مثلا الاتحاد العام لنقابات العمال أصدر قانون العمل الذي أكد فيه أو منع فيه تشغيل الأحداث وفرض الوقاية الصحية وحدد ساعات العمل. أستاذي طالما نحن نقول له برأيك، قد يقول نعم ودليله كذا، قد يقول نعم ودليله كذا. ما الدليل؟ الحج المقنع. نعم. تمام. ما ضل عندنا أسئلة لقصي، فبالتالي نتابع معك بالمعاهدات. طبعا أيضا سنطبق مثال آخر على المقارنة، لأنها الحقيقة هي السؤال الذي يرهق أبنائنا في الصف التاسع. نشير الطلاب أنه أحيانا الأسئلة المقارنة تأتي عن طريق معاهدات سياسات. نعم. تمام. نعم. بالنسبة أيضا سأخذ مثال آخر، نفسها معاهدة 1930 بين بريطانيا والعراق، ولكن سأقارنها الآن مع مشروع معاهدة 1936 بين سوريا وفرنسا. هنا منطقتين واحتلالين. نعم، ففي العراق بريطانيا وفي سوريا طبعا فرنسا. أولا اعتراف بريطانيا باستقلال العراق استقلالا تاما، أيضا اعترفت معاهدة 36 في سوريا باستقلال سوريا استقلالا تاما. تتشاور الدولتان في الشؤون الخارجية، ورد هذا البند في المعاهدتين. إذا نضع هنا تتشاور الدولتان وهنا تتشاور الدولتان.
تقدم العراق طرق مواصلاتها لبريطانيا، أيضا تقدم سوريا طرق مواصلات وتسهيلات لبريطانيا خلال الحرب. تتساعد الدولتان في حالة الحرب بين سوريا وفرنسا، لا يوجد هذا البند في معاهدة التين في العراق. إبقاء قاعدتين جويتين لبريطانيا في العراق، أيضا إبقاء قاعدتين جويتين لفرنسا في سوريا، وفي المعاهدتين مدة المعاهدة 25 عام. إذا هناك نقاط تطابق نعم. كبيرة. نأخذ اتصال من يارا. يارا صباح الخير. صباح النور استاذ. اهلا وسهلا فيك استاذ. بدي اسالك سؤال بصفحه 42. صفحه 42. سؤال 5، فسر معنى الامن الغذائي. صفحه 42 لحظه شوي. فسر معنى قراتيها يارا. الامن الغذائي ورا هي كلمه مغمقه. ليش حطينا هاي كلمة مغمقة؟ مشان ترجعي تعملي عملية بحث وترجعي لآخر الكتاب. آخر الكتاب نحن مفسرين شو يعني الأمن الغذائي. إذا أنت قرأتي شو يعني الأمن الغذائي، فأنت فيك تفسري معنى الأمن الغذائي. تمام يا يارا، يعني الإجابة موجودة، فقط أنت عملية بحث. طبعا. وهذا هو هدفنا من الكتاب تاريخ المطور. تمام استاذ. كمان هلا في الفقرات اللي بقلب الكتاب هدول للحفر. تمام صديقتي، نحن بنقرأ الفقرة بنستوعبها بنعرف كيف نتعامل معها ونطبق عليها عدة مهارات. في عنا جانب صغير من الحفظ، ممكن يطلع عنا سؤال أو سؤالين صغار، فهذول نحفظه. تمام. أما نحفظ نحن كل الكتاب كالطريقة القديمة، لا ما لنا مطالب. 80% من الامتحان هو فهم وتطبيق المهارات. تمام استاذ. وراء العمل هدول امتى يعني امتى احسن وقت نحن نحلهم؟ بعد ما خلص الوحدة. تمام. هلا اوراق العمل هي اثناء تطبيقات المدرسه، ولكن فيها نصوص. تمام. قد نستفيد من هذه النصوص وتاتي ضمن الاسئله الامتحانيه. تمام. طيب شكرا استاذ. اهلا وسهلا فيك يا رب. باقي معنا دقيقتين او ثلاث، ولكن بعد ان تعرفنا على المعاهدات، المحتل يعود ليمارس اساليب عده لاعاده الاحتلال والسيطره على المنطقه العربيه. تمام. اذا هذه ليست بسياسه مخترعة، قديما وحديثا موجودة. تمام. كيف تميزت هذه المنطقة بهذه الفترة؟ طبعا الاحتلال سياسات لإعادة ماذا؟ السيطرة على الوطن العربي. من خلال ماذا؟ فرض الأحلاف. فكان حلف بغداد عام 1955 بهدف ماذا؟ إقامة قواعد عسكرية في العراق بذريعة إبعاد المد الشيوعي وصرف أنظار العرب عن قضية فلسطين وخطر الصهيوني وهو السبب الرئيسي، وضرب حركات التحرر العربي اللي هي المقاومة أو المد الوحدوي وتجسيد السيطرة الاستعمارية البريطانية. مد الوحده ما نقصد فيها لاحقا الوحده السوريه ايوه المصريه. ايضا كان من هناك من اساليب طبعا السيطره على الوطن العربي هو ماذا؟ شن العدوان. فكان العدوان الثلاثي على مصر الذي قامت به كل من بريطانيا وفرنسا والكيان الصهيوني عام 1956 للتخلص من سياسه جمال عبد الناصر الوطنيه والقوميه، اذ قام جمال عبد الناصر بتاميم قناه السويس عام 1956. نستطيع ان نقول انه عام 1956 هو الاستثمار الفعلي للكيان الصهيوني في المنطقه العربيه. تمام. بدا عمليه شن العدوان، فبالتالي هو اسلوب جديد. نعم. كان في السابق تأتي بريطانيا وفرنسا، الآن ذهبوا معه ليدلوها على الطريق. طبعا. تمام. أيضا فأخفق هذا العدوان الثلاثي على مصر، وذلك بسبب مقاومة الشعب المصري بجميع فئات الرجال والنساء، مقاومة سكان بورسعيد، مساندة الدول العربية وعلى رأسها سوريا التي ماذا؟ التي طبعا قدمت الكثير من الأبطال مثل جول جمال الذي فجر البارج الفرنسية جان بار، ومساندة الدول الصديقة كالاتحاد السوفيتي. تمام. هاي بشكل مختصر. أيضا كمان كان هناك عدوان 5 حزيران عام 1967 شنه الكيان الصهيوني بغية ماذا؟ بغية التوسع في المنطقة العربية، لأنه حركة عنصرية توسعية والاعتداءات والمعارك. نعم. هي اتجاه آخر، ولكن كلها تصب مصالح الدول الاحتلال لتحقيق أطماعها. نعم. وإعادة السيطرة على المنطقة العربية. أكيد. شكرا لكما الأستاذتين، الأستاذة غيساء جنيدي المدرسة في تربية دمشق، والأستاذة لوسي شاطر المدرسة في تربية ريف دمشق. والشكر الأكبر لأبنائنا الطلبة الصف التاسع على اهتمامهم وكثرة الاتصالات، ولكم الشكر أيضا لأخوتنا وزملائنا في الفضائية التربوية، وإلى اللقاء في ندوة حوارية أخرى.